إذن حياكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، وحلقة جديدة وأخيرة خلال هذا الموسم وخلال هذه الأيام المباركة، أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات والبركات. حياك الله يا أحمد، وكل عام وأنت بخير. أنت بخير أستاذ أحمد، وحياك الله وإن شاء الله سنوات سعادة وتقدم لك ولكل مشاهدينا. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة أخيرة من هذا الموسم، إن شاء الله قريبا راح ينطلق نوافذ الحياة من جديد بالموعد السابق، وبالتأكيد طين الميديا مو علي، وبالتأكيد من خلال برنامج نوافذ الحياة راح يكون عندنا تواصل وياكم بالرسائل، راح يكون القبطان محمد علي الربيعي بقيادة هذا الجوك الهادف للشباب حتى نوصل رسائلنا اللي نبتغاها واللي راضي عليها ان شاء الله الامام الحسين واتباع الامام الحسين. اكيد نوهت على قضيه جدا مهمه يا احمد. مشاهدينا متابعينا، راح يكون هذه الحلقه الاخيره، طبعا كنا معاكم على مدى 30 يوم خلال شهر رمضان وثلاث ايام لعيد الفطر المبارك، راح نتوقف كم يوم حتى نشتاق لكم وتشتاقوننا اكيد. بعدها ان شاء الله راح ننطلق بدوره جديدة لبرنامج نوافذ الحياة يتضمن تغيير جذري لكل الفقرات الموجودة به، وإن شاء الله راح تعجبكم. راح نعمل أنا وفريق العمل الله يجزيهم بألف خير، من إدارة لهذه القناة، من مخرج، من مونتير، كل فريق العمل إن شاء الله راح نعمل ونواصل العمل إن شاء الله لتقديم لكم كل ما هو نافع وكل ما هو جميل وشيق عبر فقراتنا المستحدثة خلال دورتنا القادمة. لكن تحملونا، راح نفارقكم كم يوم إن شاء الله حتى بعدها ننطلق وياكم ونستمر إلى غاية شهر محرم إن شاء الله تعالى، وإن أبقانا الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد، ونوعد مشاهدينا أن احنا على العهد باقين إن شاء الله بكل المقاييس اللي ممكن توالم الأسرة العراقية أو العربية المسلمة بصورة عامة من خلال برامجنا وكل الفقرات. وصدقوني الإدارة وكل الكادر هو حريص حتى على الفاصل، حتى على الفويز اللي يطلع، حتى على هذا المكتوب قدامكم نوافذ الحياة، هذا يسمونه سيجي إلى فد معالم، كل شيء احنا حريصين عليه في سبيل انه يوالمكم ويوالم الذوق العام الإسلامي وذوق أتباع أهل البيت. يا أحمد، اليوم فقراتنا، ضيف حلقتنا راح يكون عبر الاتصال الهاتفي مشاهدينا متابعينا، هو الدكتور لطيف القصاب، أستاذ اللغة العربية والإعلامي والشاعر والناشط المدني والمجتمعي، ويحويها كلها ما شاء الله دكتور لطيف القصاب الله يحفظه. ورح نتحدث من خلال اتصالنا بجناب الدكتور لطيف القصاب حول أهمية الرسالة الإعلامية ودور وسائل الإعلام في رسم المسارات الصحيحة للمجتمع، خصوصا ما عرض من مواد إعلامية خلال شهر رمضان العظيم، وكيف أنه بعض القنوات استغلت هذا الشهر العظيم لبث سمومها فيما يخص موادها الإعلامية، والبعض الآخر بالعكس كانت تصدر إعلام هادف، إعلام جيد بحيث يستفاد من عنده المتلقي. هذا هو المحور اللي راح نتباحث من خلاله مع الدكتور لطيف القصاب الإعلامي والشاعر واختصاص اللغة العربية. بالتأكيد، بعد دكتور لطيف راح نستقبل تهانيكم في آخر أيام شهر أو آخر أيام العيد المبارك، وبالتأكيد اللي خابرنا يسأل ويعايد وندخل القرعة بهذا الدورق المميز اللي إن شاء الله دائما مشاهدينا فايزين به، وإحنا أكيد فايزين بسماع أصواتكم ومشاركاتكم واهتمامكم ببرامجنا وشاشتنا. محورنا الأول راح نتباحث به أنا وأحمد ونطرحه أيضا على حضراتكم، هو التسلط الأسري، وكيف أنه بعض أرباب الأسر ما يدركون وما يفهمون مخاطر التسلط الأسري والديكتاتورية والانفراد بالرأي وإساءتهم لبعض المصطلحات والعناوين اللي ذكرها القرآن الكريم وحتى ديننا الإسلامي الكريم والحنيف. واحدة من هذه أنه الرجال قوامون على النساء. للأسف ما لاحظ مشاهدينا حالات التسلط ومسك زمام المبادرة بحسب تصور الرجل بيد الرجل على اعتبار أنه المتحكم المتسلط داخل هذه الأسرة، ويجب أن يعني يسير الأسرة وفق ضوابط يعني يضعها هو بنفسه، من غير أن يدرك مخاطر هذه الضوابط، صحتها، إيجابياتها، سلبياتها على أبناء أسرته.
احنا دائما نأكد على موضوع جدا مهم، انه الأسرة هي لبنة المجتمع، هي نواة المجتمع. ان كانت الأسرة سليمة، مشافات، معافات من درن الأمراض الاجتماعية، فبكل تأكيد راح يكون لها دور كبير في نمو وارتقاء المجتمع. اما اذا كانت الأسرة تعاني من أمراض اجتماعية، فبكل تأكيد راح تكون تسبب ضرر على المجتمع، وبالتالي المجتمع يكون غير قادر على مواجهة الحياة بشكل عام. إذن على رب الأسرة أنه يدرك مسألة جدا مهمة، وهي كيف يتعامل بالرحمة، بالهدوء، بالسكينة، كيف ينتهج أسلوب تربوي معتدل ووسطي فيما يخص سلوكياته وسلوكيات أبنائه. اليوم نلاحظ بسبب ضغوطات الحياة الكثيرة، بسبب العوز المادي، بسبب يعني خوف الرجل من فقده لمركزيته داخل الأسرة، يتعامل بعض الرجال مع نسائهم، مع أبنائهم بحالة من الدكتاتورية والتسلط، ويحولون حياتهم إلى جحيم تحت ذريعة الأعراف والتقاليد المجتمعية، تحت ذرائع مختلفة. حتى أنه نشوف اليوم، نلاحظ على الساحة أغلب العوائل أو بعض العوائل، هسه ما نريد نكون متشائمين، بعض العوائل يعانون من مشكلات حتى في أيام الفرحة، في أيام الأعياد. كثير من العوائل تعاني من هذه المشكلة، مشكلة تكوير المشاكل وتهويل المشاكل حتى في أيام الله سبحانه وتعالى. هذه المناسبات حتى البعض من الأسر فقدوا لذة وحلاوة هذه الأيام المباركة بسبب مشاحنات، بسبب اختلاف بوجهات النظر، بسبب تسلط من قبل الأب على أسرته، وهذا طبعا إلى أسباب كثيرة، منها البخل العاطفي والبخل المادي، منها عدم إدراك الرجل لانتهاجه للأسلوب التربوي، مشاكل كثيرة يجهلها رب الأسرة. ومثل ما ذكرت في بداية حديثي، أنه إساءة لبعض المصطلحات اللي أوصانا بها القرآن الكريم وديننا الإسلامي الحنيف. واحد من الأخوة المؤمنين جدا يقول: أنا خطأت مرة بحياتي بانفصالي عن زوجتي الأولى، لأن قبلها كنت أتوقع أنه الرجل لازم هو اللي دائما صوت عالي بالبيت، إذا حكى ماكو نقاش، لازم كل شيء هو مهيئ لراحتي أنا كشخص، وبالتالي يقول اتناسيت أنا الطرف الآخر بحياتي اللي هي زوجته الأولى. الله يغفر ذنبه إن شاء الله، وهو أكيد عرف خطأ بعد زواجه بالزوجة الثانية. يقول: أنا عدت حساباتي من إن كان غلطان بهذا الانفصال، كل اللي سويته بحياتي مع الزوجة الأولى ما كررته مع الزوجة الثانية، واليوم أنا عندي أسرة يمكن تكون مثالية، وإحنا نعرف أسرته هي مثالية ومثالية جدا. افتهم الدين الإسلامي هو موضوع مبسط لإدارة الحياة ببساطة. الرجال مو معناته هو جاي حتى يطب من البيت يتعارك ويصيح ويسوي إشكاليات بكل الحياة. بعض الرجال ومع الأسف أكو فد مقولة هيك ما حافظها بالضبط، لكن هي تقول: عملك أو أرباب عملك ما يعرفون أو ما مسؤولين عن مشكلتك بالبيت، وأهلك بالبيت ما مسؤولين عن مشكلتك بالعمل. قد يكون كل جزء هو جزء، أكو فد تواصل بين الجزئين، لكن أنت عليك أنه تدير الحياة. حتى نكون واقعين، يعني كل اللي يمكن أنا قدمت واحدة من الحلقات كان مستشهد أحد الأخوة والزملاء بشهر رمضان، وقلت المقدم البرامج لازم يكون رجل آلي أثناء التقديم. بالتالي احنا حتى بالبيت لابد انه لما نستطيع بعملنا انه نفلتر مشاعرنا بالبيت، حتى اذا عندي مشكلة اليوم لا سامح الله ويا استاذ محمد، ما معقول اروح لمتالي اتعارك وياها، مو؟ وبالتالي استاذ محمد من يتمشكل وياي ما يروح لمسجاد يتعارك وياه، وهذا الموضوع بديهي، هي مو مذنبة ولا ابو العمل مذنب اذا كان عندك اشكالية بالبيت. فعلينا انه ندير هذه الامور ونعرف مشاعرنا شو وقت تكون، وبخل المشاعر هو من اتعس انواع البخل اللي ممكن نمر به الانسان. احسنت، ونسال من الله سبحانه وتعالى يا احمد انه ينعم على اسرنا وبعض ارباب الاسر ان شاء الله، حتى يعالجون مساله الدكتاتوريه والتسلط اللي يعانون من عنده، انه يخففون من وطأة اساءتهم لهذا الفهم العام
للقوامة والقيمومة والتشبث ببعض الأمور اللي ممكن أنه تحرف الأسرة عن مسارها الصحيح. إذن مشاهدينا متابعينا وصلنا وياكم إلى فقرة الحوار مع الضيف لحلقتنا لهذا اليوم، ونرحب أجمل ترحيب بالشاعر والإعلامي الأستاذ لطيف القصاب، الدكتور لطيف القصاب، دكتور اللغة العربية. حياكم الله جناب الدكتور، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي العزيز أستاذ محمد، حياك الله. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير دكتور. أسعد الله أيامكم بكل خير. الله يسلمك. حياكم الله جناب الدكتور، نورتنا اليوم وشكرا لهذا الوقت اللي منحته لنا حتى نتحاور معاك بقضية جدا مهمة، ألا وهي موضوع المواد التلفزيونية اللي عرضت خلال شهر رمضان من بعض القنوات الإعلامية نشوف أو الفضائية. نشوف أنه البعض لربما يستغل هذه المناسبة الدينية، سواء شهر رمضان العظيم أو أيام عيد الفطر المبارك أو أي مناسبة فرحة دينية، يستغلها ب يعني وكأنه إبراز عضلات لا أكثر، من حيث المواد الإعلامية غير الهادفة الخادشة للحياء في بعض الأحيان، متناسين حرمة هذا الشهر العظيم. ما هو تقييمك للمواد التلفزيونية التي عرضت دكتور لطيف خلال شهر رمضان العظيم؟ والله يعني بهذه العجالة أستاذ محمد، يعني لا يمكن أن أعطيك جوابا كافيا شافيا هكذا، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. أحسن. أنا بصراحة يعني أتابع الدراما العراقية وأحاول أن أرصد علامات التطور أو التدهور، يعني إنجاز التعبير أحيانا، اللي لاحظته في هذا الموسم صراحة يعني كأنما نسخ من الدراما التركية في بعض يعني المسلسلات العراقية، يعني مثل أم بديلة أو طيبة. أحسنت أحسنت. نعم. ويعني أنت ذكرت سؤال مهم جدا، يعني رمضان هذا الشهر العظيم في الحقيقة له طقوسه الخاصة، له اعتباره الخاص، وورد في المعتور العربي لكل مقام المقال. يعني أحسنت. في هذا المقام، مقام رمضان، لابد أن يعني يفرد حيز كبير للجانب القيمي الأخلاقي. تعلم أخي العزيز المنظومة القيمية يعني ضربت في مقتل كما يقال، يعني ليست في العراق وإنما في العالم. أحسن. يعني هذا التراجع القيمي والأخلاقي ما شئت فسمي وعبر، يعني هذا يحتاج حقيقة تغذية، إعادة حياة لهذه المواد إذا جاز التعبير، يعني المثل العليا التي كادت أن يعني تتبخر من على سطح الكرة الأرضية مع الأسف الشديد. ورمضان هو الموسم الذي يعيد الحياة، يفترض هكذا. جميل. في هذه المنظومة الأخلاقية، تعبير جميل جدا، النورانية الإلهية، ولكن مع الأسف الشديد لا نجد عينا ولا أثرا لهذا الموضوع إلا ما رحم ربك. يعني نحن ما نقدر نقول بالمناسبة أخي العزيز، نحن لا نريد أن ننقص الناس أشياءهم، يعني احنا عندنا مواهب ايضا، يعني حتى انا ضد هؤلاء الذين يقولون بان يعني الدراما العراقيه دراما متخلفه من الناحيه الفنيه، عدم وجود مواهب كذا، لا ابدا، لدينا مواهب ومواهب طاغيه، ولكن مع الاسف الشديد، وهذا الذي انت يعني المحت له اخي العزيز استاذ محمد، التوظيف السيء للموهبه، يعني اياد راضي هاي موهبه كبيره بصراحه، يعني في كمامات وطن يعني كان من الممكن ان يعني ان تكون له الكلمه. دكتور لطيف، عفوا عذرا للمقاطعه، يعني نحن لا نخص فقط الدراما العراقيه، بكل تاكيد تفتقر لربما الدراما العراقيه الى كثير من المقومات اللي تاهلها لربما للنجاح في بعض الاحيان او تحقيق المستويات التي تحققها بعض القنوات الفضائيه، لكن سؤالنا هو بشكل عام، اليوم الشاشه تحتوي على مئات الفضائيات ومئات الترددات تصل بالآلاف، فهنا اقتحام أصبح لخصوصية الأسرة الملتزمة الموالية المحافظة بشكل عام. نعم. والله تعرف صديقي العزيز، الوقت لا يسمح لك بمتابعة كل الذي يرد على التلفاز. لاحظ أنه التلفزيون الآن صار محطة ثانوية قياسا بمواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. أنا بصراحة يعني لاحظت بعض
الأعمال الفنية على الـ NBC مثلا، القصبي مثلا، يعني هناك رسالة، ولن تكون هي رسالة دائما بهذا الموضوع الذي ننشده. يعني الدراما المصرية لم أتابع شيء منها بصراحة بضيق الوقت يعني، لكن أنا كما قلت لحضرتك أنا أعول على الإنتاج المحلي، أنا هويتي عراقي. جميل. يعني مهموم بالهم العراقي، مشغول بالهم العراقي. فما لاحظته لم يكن بصراحة، يعني لا أقول إنه يخيب أو مخيب للآمال، ولكن لو أنه وظف توظيف أخلاقي يتناسب مع حرمة شهر رمضان المعظم لكانت القضية والحصيلة أفضل بكثير يعني. أحسن. ولكانت رقعة المشاهدة تمتد يعني أو تخرج من خارج العراق إلى بلدان كثيرة. يعني اللهجة العراقية ليست لهجة يعني معقدة أو عصية على الفهم، يعني مفهومة من قبل غالبية الدول العربية والإسلامية. نعم. طيب دكتور، آسف على المقاطعة إذا تسمح لي. نعم. احنا يعني ككل ممكن وصلتنا حتى رسالة على المواد اللي ما متابعينها وما وصلتنا، لكن احنا عندنا فد سؤال باعتبارك مختص، شنو الادوات اللي تخلي القنوات الاعلامية توصل رسالتها بطريقة صحيحة؟ هسه عندنا قنوات بعض الشيء هي سيئة، خلي نعطيها التوصيف المناسب، لكن عندنا بقية القنوات يمكن ما سوت أعمال بمستوى القنوات الأخرى، شنو الأدوات اللي ممكن القنوات الثانية توصل بها الرسالة بطريقة أوضح وأكبر وأكثر مفهومية؟ والله سؤال مهم، أنا أشكرك عليه أستاذ عزيز. لكن القضية ليست في الكمية كما تعلم أخي العزيز، يعني نحن اشتغلنا أيضا في الإعلام وتعرف ويعرف أخي أبو سجاد، القضية ليست قضية كمية وكثرة قنوات، يعني النوع هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع. النوع الذي يرتكز على الموهبة، الموهبة ثم الموهبة ثم الموهبة، وكل شيء يأتي تاليا. أنت تتعاطى الفن يحتاج إلى الموهبة كحجر زاوية، لا وجود لفن حقيقي من دون وجود موهبة. ابحث عن المواهب وظفها توظيف سليم، ذاك الوقت تستطيع أن تنافس في سوق الفن. هذا سوق كبير وسوق مهم جدا يعني، وإغفال هذا السوق إغفال جزء كبير من الحياة، بل أحيانا أنت عندما تفعل ذلك تغفل الحياة كلها. تحتاج الموهبة، أما بقية الأمور يعني فمقدور عليها. الموهبة ثم الموهبة ثم الموهبة، زائدا الرسالة التي لا تعطي الأمور هكذا مكاشفة، يعني هناك رسائل مبطنة، هناك شفرة. الفن إذا لم يرتكز على حصافة وإذا لم يرتكز على فهم عميق للحالة، جميل، لا يمكن له أن يقول هذا هو الفن أبدا على الإطلاق. طيب الفن هو التعبير بطرق غير مباشرة عن أشياء حياتية مباشرة. طيب دكتور، إحنا الاستهداف المجتمعي أو استهداف الفكر العام من خلال الفن من مدرسة المشاغبين إلى يومنا هذا، هواي من الأعمال ممكن نصنفها اليوم، شلون نختار العمل، خصوصا أنه ممكن مثل ما وصفها الأستاذ محمد السموم ما تبين بالحلقة الأولى، ممكن أنا أحب هذا النجم وأتابع لأي عمل، لكن هو من الحلقة 4-5-6 بدأت السموم، وأنا بالتالي تدريجيا بديت أطلع على هذه الأفكار، شلون نعرف نقيم الأعمال؟ هو يعني أنا مع اعتزازي بحضرتك أخي العزيز، الله يسلمك، كما قال الأستاذ محمد نقلا عن الأستاذ محمد الآن، قلت السموم ما تبين بالحلقة الأولى. مدرسة المشاغبين على ما فيها، يعني ليش تفعل عن مدرسة المشاغبين؟ نحن جيل مدرسة المشاغبين، ربما أنتم لستم من هذا الجيل، يعني أنا من جيل مدرسة المشاغبين. كلك شباب دكتور لطيف. نعم. لا مو هذه كلمة حق تقال، نحن نقول شيء لنا وعلينا. مدرسة المشاغبين تقرأ بمشهدها الأخير، يعني هي حطت من منزلة المعلم، نعم في البداية، ولكن كانت الذروة مع هالة الاحترام الكبيرة اللي أدوها الطلبة للمعلمة سهير البابلي. على أي حال يعني القضية أكبر من هذا، ولا يمكن أن نختصرها يعني بدقائق معدودة. أكيد. القضية أكيد. تحتاج إلى أكثر من ذلك. أحسن. وأنتم سادة الميدان وأعرف تفاصيل الموضوع. عفوا. مني أنا. دكتور لطيف، باعتبارك إعلامي وإعلامي قدير وكذلك متخصص في مجال اللغة العربية، وحصلت على العديد من الشهادات في هذا المجال ولك حضور خصوصا في المجال الإعلامي، باختصار لو سمحت تقييمك
لما تقدمه القنوات الإعلامية الهادفة أو الحسينية تحديدا؟ والله أنا طبعا حسيني قلبا وقالبا كما تعلم، ولكن يعني عذرني إذا قلت لك، أنت تعرف طبعي أنا أتحدث بصراحة يعني. هذا هو المطلوب، وقناة الإمام الحسين معروفة بجرأتها وصراحتها، تفضلوا. يا حياك الله، يا نعم. حياك الله يا حبيبي، وتحية لكل القنوات الرسالية التي غايتها الإنسان وكيلتها الإنسان وغايتها الإنسان. لكن القضية يحتاج إلى احترافية يا أخي العزيز، يعني لدينا مثلا، لا لدينا خارج العراق، لا أريد أن أسمي بلدانا بعينها، أيضا نعم. تنتهج النهج الديني، ولكن الإخراج، العرض، الطرح، يعني في منتهى الاحترافية. هذا الشيء لا نجده مع الأسف الشديد في محلياتنا. هذه ما أسميها فضائيات، بعض الفضائيات هي ليست فضائيات، مع احترامي هي محليات. أحسنت. يعني هي ممكن أن تكون يعني تلفزيون أرضي وليست فضائية، لأنها تخاطب جمهورا محدودا. يعني هي لا تخاطب الرقعة الجغرافية التي تمتد من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، فضائية. لكن الرسالة، الرسالة الموجهة في بعض الأحيان تحكم دكتور لطيف، يعني في بعض القنوات الفضائية متخصصة في عرض النتاج الدرامي، بعضها متخصصة في عرض النتاج الديني أو المنبري، ف يعني كيف أنه يمكن التوافق بين ما تفضلت به بذكره أو ذكره والرسالة التي تعمل عليها هذه القناة والاحترافية في نفس الوقت دكتور لطيف؟ أخي العزيز أبو سجاد، وأنت السيد العارفين، سواء كانت فضائية عامة متخصصة بغض النظر عن التصنيف المهني، لابد لها من جملة من الشروط، أولها وآخرها الموهبة. الموهبة على صعيد اختيار الفنان، الممثل، المخرج، حتى مدير الاستديو. هي القضية ليست اعتباطية. هناك مثل عربي رائع 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 بكل معنى الكلمة، يقول لك أعطي القوس باريها. جيد. حتى لو كان هذا الرجل ينتهي مهنة بسيطة جدا، جميل، ولكن لابد أن تختاره بعناية، ما يسمى يعني الوصف الوظيفي هكذا. جميل. نحن بحاجة نفتقر بصراحة إلى موضوع الموهبة، وأنا أشد على الأيادي وأتمنى لكل قنواتنا العاملة في الميدان أن تنمو نموا مضطردا يعني. وأثق إذا كانت النية هكذا، إذا صلحت النية وإذا صح القصد، فما كان لله أنمو ولو بعد حين. وأتمنى لكم وبكل تأكيد بكل تأكيد ما تفضلتم به دكتور هو من ينبع من حرصكم على هذا البلد وهذا هذا الطريق وهذه المدرسة وهذا النهج للإمام الحسين عليه السلام. جناب الأستاذ الدكتور لطيف القصاب، الشاعر والإعلامي والأكاديمي، كنت ضيفا عزيزا على برنامج نوافذ الحياة في آخر أيام عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور. حياكم الله. إذن مشاهدينا ومتابعينا، مثل ما تابعتوا وشاهدتوا ما تفضل به جناب الدكتور لطيف القصاب، حقيقة هو عين الصواب. نحن بحاجة إلى فلترة بعض الأعمال، فلترة بعض مراجعة أنفسنا في انتقاء المواد الإعلامية، خصوصا ما يعرض اليوم عبر هذه الشاشة الفضية. يجب أن تكون لدينا حرفنا في مسألة الانتقاء، خصوصا من أرباب الأسر والأمهات تحديدا، على اعتبار أنها المربية الأولى داخل هذا المحيط الأسري، وهي من تحدد المسارات لنهج أبنائها، وخصوصا إذا كانوا أطفال. الانتقاء مهم جدا، خصوصا بمراحل العمرية الخطرة احنا نسميها. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى وقت اتصالاتكم. نعم. والأرقام طبعا فقرتنا الثالثة هي يا أحمد. هي فقرة الاتصالات جاهزة، وبدأت اتصالات تجينا. تبارك من كربلاء أول متصلة من تبارك. السلام عليكم يا تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا تبارك، كل عام وانت بألف خير للجميع إن شاء الله. الله يبارك بيك. تبارك، مشاركة عندك بمناسبة العيد؟ تبارك تسمعيني؟ لا لا. نعم، عندك مشاركة شعرية، مشاركة أي مشاركة كانت بمناسبة العيد؟ ما محاضرة. طيب عادة اللي يقول ألو بمناسبة العيد ندخل اسمه بالقرعة، بس حتى نحلل الخبزة أنا وأحمد لازم نسألك، أول كليشة أكلتيها بها تمر لو بها لقم؟ لا تمر. خلص سؤال مو؟ تمر؟
لازم تحبين اللقم. ايوه بالعافيه بالعافيه على قلبك يا تبارك. اقول لك فد مساله كل عام وانت تبارك دخلت القرعه. دخلت القرعه ويانا تبارك. لحد الان اكل هاي اكله مال حصار فقط حلقم وبسكتين واشتهيت من هذا التمر اللي استاذ مصطفى دخل اسمك ويانا استاذ مصطفى عود عزل لنا من هذا التمر. ان شاء الله الاخوه دا يستعدون لسفره ام البنين. أكيد. ان شاء الله نسال الله القبول ونسال الله تعالى. شذا يا من سعيده كل عام انتم بخير. السلام عليكم. صوتك ناقصي. كل الهلا يا من سعيده كل عام وانتم بخير. على راسنا والله يشرفنا. شذا عندك مشاركه انت لو هم نسالك على التمر والحلقوم. على الحلقوم ليش الكيلو في العماره؟ الصوت لا تطلنا بالاربيز شباب لان صار بعيد. شلون شذا ما سمعناك؟ يلا صوت الشيء قطع راح ندخل القرعة. ما سمعت. سمعت شيء صار؟ أنا ما سمعت. يلا أوكي الكبر شيء إحنا كبرنا. مشاركتك واصلة ويانا. يلا هاي دخلت القرعة يا شذا كيلو بثلاثة. نعم بعد التبيع عشرة مرة حلقوا يا شذا. وبكل تأكيد حي الله كل متابعينا. زينب محمد من البصرة. السلام عليكم يا زينب. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يبارك فيك يا أخت زينب. أسعد الله أيامنا وأيامكم. بكل تأكيد أخت زينب يعني دائما المحافظات الجنوبية لها طقوس خاصة خلال العيد. أبرز طقس تعملوه بالبصرة خلال أيام العيد. نعم يشغلون السبالك لين حارة. نعم التزاوج بين الأقارب. جميل. أبرز أكلة يعني دائما يعتادوها يعني واحدة من الطقوس هي الأكلات اللي تعملوها. فأبرز أكلة يعني تعتادون عليها مصموطة. في أيام العيد المصموطة مثل ما قال أحمد. إي صحيح أول يوم صباحا المصموطة. الصبح تأكلوها؟ الصبح؟ إي نعم الصبح. لو تطبخوها الصبح؟ لا الصبح نتريق. يعني تتريقون مصموطة؟ يعني أكو واحد يتريق سمك يا زينب؟ أكو واحد يتريق باكر. أنا واجه تطبخها من الفجر. من الفجر تأكلوها الصبح؟ أنا مود ناكلها. ألف عافية ألف عافية. بالعافية على قلبكم. الناس تاكل باكر من الصبح. يلا نسمع يلا. المشاركة. أقول عيدك مبارك يا مهدي المنتظر والمنتظر. إيه؟ النجف لو بالمدينة بكربلا أنت بيا قبر. عيدت أدري بيك أنا ودمدم عيونك سخر. يم حيدر لو يم حسين يم حيدر لو يم حسين. أحسنتي. طيب الله أنفاسك يا أخذ زينب وبارك الله بيك وشكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لك زينب. نعم هادي من الديوانية حياك الله أبو حسن وعيد سعيد. كل عام وانتم ألف خير. ألف خير إن شاء الله عليك وعلى عيالك. إن شاء الله. الله يسلمك. كل عام وانت بخير يا أبو حسن. كل عام بألف خير. الله يبارك بيك أبو حسن. خلي أسألك سؤال مرة أستاذ محمد. أحمد إذا تسمح لي. إيه؟ أبو حسن كم مرة حاول يتصل على البرنامج لكن إيه؟ كان ما يحصلنا فما أعرف. إيه؟ احنا هواتفنا دائما مفتوحة امامكم يا عزيزي كمتابعين كمشاهدين. فما اعرف يمكن الخلل كان بالاتصالات او الخلل بخطك تحديدا ما اعرف. لا هو اكلود عندنا ابو حسن ونعتذر منك ابو حسن. خلي اسألك سؤال على السريع لان عندنا وايد اتصالات. شنو سر انه انت صار لك 3-4 سنوات متواصل ويا نوافذ الحياة تحديدا؟ والله حبيت هذا البرنامج يحبك الله. الله يبارك يحبك الله ان شاء الله. والله يوفقك ان شاء الله ورزقك. احنا شرفنا متابعتكم. ايه. يا هادي وشكرا جزيلا لك. بارك شكراً الله لك. دخلت ويانا القرعه يا هادي. ابو حسن قديم وحتى قبل حسين اللامي. اكيد اكيد قديم جدا ومن اول ايام البرنامج. نضال من بابل اختنا العزيزه يا من سعيده كل عام وانت بخير. وانت بخير صحه وسلام ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. ووخر هذا الوضع بحق محمد وعلي محمد. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. نضال بس سؤال فينا سؤال استاذ محمد. شنو اكثر شيء تمتاز به الحله بالعيد؟ بالعيد؟ اي شنو؟ بالعيد شنو اكثر شيء يعني هسه احنا بكربلاء مثلا تمتاز عندنا انه يجونا زوار فيصير عندنا خطار داخلي وخارجي. نعم تمام؟ انتم شنو اللي تمتازون به؟ بالخطار؟
بأي شيء يعني أي طقس من طقوس المعروفة خلال العيد خلال رمضان يعني أبرز شيء ممكن تتميز به الحلة يعني كل مجتمع إلى ثقافة معينة إلى كاريزما معينة نعم. بس أقول لي بالدول ما إيش إحنا نصدق نصدق صدقين والله. يعني مثلا هسه زينب من البصرة قالت إحنا نتريق مصموطة سمك يعني أي أنتوا شنو تعتادون على من أكلات أول يوم العيد أكثر شيء سمك ها يلا بالسمك يشترون يلا باعتبار يعني الحلة بيها أكيد. أحواض بالمسيب وواي بكل تأكيد بيع عشرة مع السمك أكيد يلا سبع عافيات على قلوبكم أخذ أستاذ محمد نضال شكرا ألك يلا نورس نورس السلام عليكم أخت نورس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أختنا الكريمة أخت نورس وكل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير الله يبارك بيك والله نورس راح ننقطع بالبرنامج كم يوم فإن شاء الله راح نلتقي وياكم أنتوا والسادة المشاهدين بعد كم يوم إن شاء الله بدورة جديدة من برنامج نوافذ الحياة وراح يكون البرنامج صباحا ساعة 10 الصبح نعم. إن شاء الله نعم بس إن شاء الله ما تطولون الغيبة هواي إن شاء الله تعالى بعد هذه ترتيبات الأخوة فريق العمل لبرنامج نوافذ الحياة والله إذا تأخر فبسبب حيدر يزدان أنا لا بالعكس على ما يرتب الاستوديو كل خير وبركة ايه. حيدر يزدان وكل أنا طباب خير جزاهم الله ألف خير كلش الله يبارك فيكم شفتي نورس شفتي لأحمد شلون طقيت الجولة أول مرة يحرق دائما لا أبو كوثر شهم والله وأنا يعني شخصيا مساعدني بهواي أمور الله يبارك فيك إي نورس عندك علم البارحة فزتي أنت بالقرعة أيوة أنا اتصلت أستاذ محمد على مود يعني نعم الهدية اللي فزت بيها يعني حابة إنه هدية لحضرتك أتمنى تقبلها الله يبارك فيك هذا حقيقة يعني خجلتونا واشكرك وان شاء الله واصله هديتك الله يبارك فيك قليل بحقك شكرا لك استاذ محمد شكرا لك وانت متابعه حقيقه دائمه لهذا البرنامج وانا اعتز وافتخر بمتابعتكم اخت نورس شكرا جزيلا لكم شكرا لك استاذ محمد الله يحفظك يلا اتصال يلا دخل اسمك بالقرعه يا نورس وما اعرف اذا عندنا اتصال اخر جد عندنا وقت بعد ابو علي نعم ام علي من كربلاء حياك الله ام علي كل عام وانتم بخير وعليكم عليكم السلام ورحمه الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله بصحه وسلامه الله يديم عزكم ان شاء الله والصحه والعافيه ان شاء الله الله يسلمك كل عام وانتم بخير يا ام محمد او ام علي تحديدا كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله حياك الله حياك الله اختنا الكريمه ام علي شنو ابرز فعاليه سويتيها بالعيد صالحتي لك واحد مثلا مزعلته لا اعمال سويناها ان شاء الله ايدنا الاقارب الله يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم لا يعني سؤال احمد بنوع من الخبث يا ام علي انا خبيثه قدمت يقول يعني صالحتي واحد مزعلته مثلا فد شخص مزعلته وكانه مو لا ما مزعلين اكيد ما مزعلين احد الله يديمكم ان شاء الله ونسال من الله سبحانه وتعالى انه تصفى اجواءكم دائما وابدا بعبق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله يبارك بك يا أم علي حياك الله أم علي شكرا لك دخلت ويانا للقرعة يا أم علي ونتمنى لك الفوز أختنا الكريمة أبو علي اللحق بعد أستاذ نعم. حسين دقيقتين نعم يعني يلا أوكي بعد ناخذ آخر اتصال حتى نسوي يا ريت لو يبقى عندنا دقيقة يبقى دقيقة عندنا يا ريت أنه حتى نودع المشاهدين أكيد. لأنه راح نفارقهم كم أكيد. يوم أكيد نعم يلا ألو نعم منو يانا؟ الو سيد نعم. هادي شو يطول بالموضوع؟ لا لا ها سيد يلا. هادي سيد عنده حرفنا بالموضوع اي والله يلا منو يانا؟ انقطع للاسف انقطع يلا. الاتصال خلينا نسوي القرعة حتى نسوي القرعة حسين يلا نجري القرعة خلينا نشوف منو اللي راح يفوز ويانا في حلقتنا الأخيرة من هذا الموسم نعم مو يوم يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم على الخير والبركة إن شاء الله تطلع هاي الورقة يلا لعد أنت افتح بس أنا أريد أقولها بهاي الكاميرا ممكن لا أنطيني إياها أنا يلا على هذه الكاميرا أنت اللي تعلن هذه الفاز ويانا ليش ما تعطيني إياها أنا ترى أبو الآن يلا يلا تعال أمير لهاي الكاميرا يلا أمير الكاميرا يلا أمير أمير يلا يلا أمير يلا أستاذ محمد يمك لا لا هالمرة كافي كافي أمير سمسم الفائز الأخ هادي من الديوانية
يا رب التوفيق والسداد يا اخ هادي ابو حسن، وان شاء الله تتصل بعد البرنامج. بالمناسبه امير صار عداء من النوع اللي عنودي يعني ما يتعاند، بس بهاي الشغله يعني ما يقدر عليها. اي يعني مجبر يعني مجبر انه ياخذ زوم ان للورقه، يعني اذا ما اخذ زوم ان راح تصير له مشكله. اكيد فتقبلها من عندنا، احنا اخوتك الكبار يا امير. الله يحفظ لك الوالد سيد خالد العميد ان شاء الله. اذا مشاهدينا متابعينا، حقيقه عشنا وياكم خلال ايام عيد الفطر المبارك، طبعا احكي عن نفسي وعن احمد ايضا. الله يسلمك. كل عام الله سبحانه وتعالى واهل بيت الرحمه وفقونا بانه نكون وياكم خلال ايام الاعياد، خلال المناسبات، وهذا شيء حقيقه كبير بالنسبه لنا، ويضيف لنا الى يضيف الى شخصياتنا والى سلوكياتنا والى السيره الذاتيه الخاصه بنا الشيء الكبير انه نلتقي بجمهورنا خلال هذه المناسبات، ونفرح كثير لما نتفاعل ويا حضراتكم ونتشاق مره ومره نتمازح ومره نحكي بجد، وهذه الاجواء اللي احنا نحاول انه نعيشكم اياها من خلال برنامج نواة الحياة انا واحمد خضر، ما هي الا دليل العفوية والتلقائية بيننا وبينكم ان شاء الله. فارجو انه كنا خفيفي الظل جدا انا واحمد خلال هذه الايام السابقة، خلال رمضان والعيد. تحملونا المشاهدين أكيد بكل هذه الفترة، وحتى كوادرنا خلينا نشكر كل شبابنا اللي احنا دائما نشكرهم لكن ما موفين حقهم، التعب اللي دي يسوونه، كل اللي دي يجهزونه في سبيل انه يطلع لكم هاي البرامج. يعني بس التنقل مال سمسم بين كاميرا وكاميرا على مود ياخذ، بس هذا زوم ان يراد له اوفر تايم، يراد له حقيقه يعني جهد استثنائي. ومشاهدينا معلومه مهمه بالنسبه لنا، يعني او فد شيء يسعدنا جدا، انه الاتصالات علينا كثيره، فلذلك هذا يعني انه انتم تختارون قناه الامام الحسين وسط مئات القنوات اللي موجوده، وهذا الموضوع يشرفنا انه احنا اليوم وصلنا لمرحلة انه احنا ثقات بالنسبة لكم، انه تخلون عوائلكم تشوف برامجنا. اكيد بكل تأكيد. اذا مشاهدينا متابعينا، هذه هي الحلقة الأخيرة لموسمنا لهذه الفترة من برنامج نوافذ الحياة، ان شاء الله بعد ايام قلائل راح نلتقي بكم وموسم اخر من برنامج نوافذ الحياة، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.